وبعدما فشل العدوان السعودي في هزيمة اليمن عسكريا، شدد العدو السعودي وحلفائه من حربهم الاقتصادية ضد الشعب اليمني، ظنا منهم أنه سيخضع لمؤامراتهم. منذ انطلاق عمليات تحالف العدوان السعودي على اليمن قبل عام وسبعة أشهر، وهذا العدوان المجرم يشن حربا اقتصادية متزامنة مع عدوانه العسكري، لأنه يدرك يقينا مدى بسالة المقاتل اليمني وشجاعته، فلجأ إلى الحرب الاقتصادية باحثا عن انتصار مزعوم ولو كان على حساب عاجز مكلوم أو صغير محروم. عدوان لم يدع صغيرة ولا كبيرة من وسائل القتل والتدمير إلا وجربها، علّه يحرز هذا الانتصار، لكنه لم يجن سوى الخيبة والاندحار. عدوان آثم حرم الصيادين من مصدر رزقهم وقوت أطفالهم من خلال استهدافه قوارب الصيد والموانئ الممتدة على الشريط الساحلي من ميدي إلى باب المندب. قصف المزارع الممتدة على السهل التهامي بشتى أنواع الأسلحة، ما أدى إلى حصول مجاعة في عدد من المديريات وتفشي الأمراض بين المواطنين في جرائم تفوق بشاعتها تلك التي قتلت الآلاف على امتداد الوطن. منع الغذاء والدواء كي يحقق نصرا على دماء وأشلاء وجثث الأبرياء. آلاف المواطنين مصابون بسوء التغذية جراء العدوان والحصار الجائر، بينما العالم يصم آذانه ويغض طرفه عن جرائم آل سعود التي فاقت جرائم الصهاينة في فلسطين ولبنان وسوريا. مآس وكوارث إنسانية سببها وتسبب بها المعتدون آل سعود وحلفاؤهم وأذنابهم بحق الملايين من أبناء الشعب اليمني، والتي كان آخرها جريمة نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وحرمان مئات الآلاف من مرتباتهم لمدة 3 أشهر. أطفال بعمر الزهور يموتون جوعا، ينتقم منهم آل سعود بعد أن عجزوا عن تركيع الشعب اليمني رغم امتلاكهم آلة عسكرية هي الأضخم في المنطقة بأسرها. مأساة تستدعي من جميع أبناء الشعب اليمني التلاحم والتراحم لنجدة إخوانهم في السهل التهامي وجميع المناطق المتضررة. تهامة، أي جرح يا تهامة، يظل بهذه الدنيا علامة، أتى العدوان يفتك فيك جوعا، تناسى أننا شعب الشهامة، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا هوت الكرامة، سنصبر والإله لنا معين ولن يجني الغزاة سوى الندامة. فيصل الشبيبي، اليمن اليوم.